مورنينج برايمر 2. احنا لسه بنتكلم على الميجرمنتس، القياس. اخدنا قياس اللانث، قياس الطول، وقياس الويت، قياس الوزن. النهارده ان شاء الله مش هنتكلم على حاجه جديده لان احنا اخدناها قبل كده، هي الميجرمنت اوف تايم، قياس الوقت. احنا بنستخدم لقياس الوقت نوعين من الكلوك، نوعين من الساعات، اللي هي الانالوج كلوك اللي هي الساعة الرقمية اللي هي بكتب بستخدم فيها النمبرز، الانالوج كلوك و سوري الانالوج كلوك الديجيتال كلوك اللي هي بستخدم فيها النمبرز، والانالوج كلوك اللي هي ساعة الحائط او الساعة الدائرية زي اللي عندنا اللي احنا شايفينها قدامنا. في lesson 55 we will decide if the activity happens in the AM or PM circle your answer. مديني activities زي ما احنا شايفين في البيكتشرز اللي عندي، وعايزني احدد او اقرر يا ترى الاكتيفيتي دي بتحصل في AM ولا PM. لازم اعرف الاول يعني ايه AM يعني ايه PM. انا معايا الدي بتاعي، اليوم بتاعي هو عبارة عن 24 hours. الday one day equal 24 hours في 24 hours 24 ساعة. ال 24 hours divided into بيتقسموا لي two equal parts أو two equal hours، بيتقسموا لعدد ساعات متساوي. اللي هو لو أنا جيت قسمت 24 على الاثنين هيطلع عندي 12 hours، 12 hours ب at AM ده هي صباحا، و 12 hours PM مساء. يعني الدي عندي 24 hours بيتقسموا لحاجتين 12 AM و 12 PM. AM اللي هو صباحا، يا ترى صباحا ده بيبدأ من امتى؟ صباحا ده بيبدأ من الساعة 12 بالليل. 12 AM بتبدأ من الساعة 12 بالليل، اللي هو بالليل متأخر، لما سرنا كده ونلاقي الساعة جت 12 هو ده كده بيبقى بدأنا في الـ AM. بعد الـ 12 AM أو الـ 12 AM في 1 AM 2 AM 3 AM 4 5 6 AM، اللي هو غالبا كلنا لما بيكون عندنا سكور بنصحى at 6 AM ساعة 6 الصبح، وبنكمل 7 AM 8 9 10 11 12. لما بنوصل لحد ال 12 اللي هي afternoon عند الظهر كده، بيبقى كده بدأنا في ال 12 hours بتوع ال PM، في ال 12 ساعة التانيين بتوع ال PM اللي هم مساء من اول 12 الظهر 12 PM، بعد كده 1 PM 2 لما بنروح من school، 3 4 5 نروح بقى البيت و eating lunch نتغدى و نذاكر، بعد كده نتعشى وننام. كده بيبقى بدأنا في ال 12 hours بتوع ال PM. دلوقتي هو جايب لي activities، أنشطة، وعايزني أنا أحدد ال activities دي يا ترى بعملها AM، بعملها صباحا ولا PM مساء. جايب لي أول activity boy riding a bicycle. boy سايق البايسكل. يا ترى ال analog clock عندي، لو جيت قريت بقى ال analog clock عندي، عارفين ان الانالوج كلوك طبعا فيها تو هاندز، شورت هاند و طول هاند. الشورت هاند هو الهاند بتاع الاورز، واللونج هاند اللي هو الهاند بتاع المينتس. طيب انا بشوف لو الهاند بتاع المينتس واقف عند ال 12 يبقى الساعة عندي هتكون اكزاكتلي بالظبط. فبشوف الشورت او الواقف عند نمبر ايه يبقى هو الساعة اكزاكتلي بالظبط. يعني هنا الشورت هاند واقف عند الفور واللونج هاند عند التويلف، يبقى الساعة عندي فور اوكلوك. فور اوكلوك الساعة فور اوكلوك. يا ترى الولد ده هيسوق البايسكل بتاعته او هيركب البايسكل بتاعته فور اوكلوك اربعة صباحا ولا مساء؟ طبعا فور كلوك لو اي ام ده يبقى 4 الفجر اللي هو بنبقى نايمين، فمش معقول حد هيصحى 4 الفجر يسوق البايسكل، فاكيد هتبقى بي ام، هتبقى مساء بعد بقى ما يروح من السكول ويكتب الواجب بتاعه، وممكن بعد كده يلعب بالبايسكل بتاعته، يبقى هنختار اول واحده عند بي ام.
البيكتشر التانية لجيرل قاعدة ايتنج وشكله كده في ملك وفي اج ومش يبقى شكله كده بريكفاست، شكله كده فطار. طيب الفطار ده بناخده اي ام ولا بي ام؟ من غير اصلا ما بص على الكلوك عندي طبعا الفطار هيبقى اي ام. طيب لو جينا بصينا على الكلوك اللي عندي هلاقي اللونج هاند عند ال 12 يبقى كده الساعة بالظبط. طيب الشورت هاند اشوفه بقى جاية عند نمبر كام؟ عند نمبر 7، يبقى الساعة 7 o'clock. 7 o'clock طبعا انا بعمل ايه؟ 7 o'clock باخد فيها البريكفاست، يبقى 7 o'clock at am انا I have my breakfast. بعد كده جايب لي boy sleeping on the bed، ولد نايم على السرير. طبعا احنا بننام بي ام، خلاص بي ام يبقى من غير ما اشوف برضو الكلوك هتبقى بي ام، عامل سيركل على البي ام. ولو جينا بصينا على الكلوك على الكلوك هنلاقيها هنلاقي الشورت هاند عند التين واللونج هاند عند التولف، فهتبقى 10 o'clock exactly 10 o'clock، فهتبقى 10 o'clock at بي ام. طيب the last one عندي جيرل وبتاكل. طيب هي بتاكل والكلوك عندي برضو 10 o'clock 10 o'clock، يا ترى بعد 10 o'clock هتبقى بتاخد العشاء بتاعها؟ ممكن تكون هي تسهر شوية وهتاخد العشاء بتاعها at 10 o'clock بي ام، او لو في الاجازة ممكن تكون بتتعشى متأخر شوية at 10 p.m. طيب تعالوا نشوف الليسن اللي بعد كده lesson 60. في lesson 60 عايزني اعمل matching، اوصل match the clock with the time، match the clock with the time. لو انا جيت بصيت على الكلوك، اول واحدة لو انا جيت بصيت على القراية بتاعت الكلوك اللي عندي، فاول واحدة quarter to one، لو انا قريتها بالword quarter to one وتحتها عامل لي 12 and 45، يعني معنى كده 12 and 45 يعني لسه ما وصلتش عند الوان، وquarter يعني ربع ساعة ان هي 15 دقيقة 15 minutes. quarter to 2، انا عارفة ان 2 يعني الا وpast يعني و، 2 يعني الا وpast يعني و، يعني الا 2 لما الاقي 2 يبقى عارفة ان ال ان انا 2 بتبدأ من ال 8 لحد ال 12، فبتبقى ايه اللي هو ساعة 2 لو عند ال 8 2 20 او 2 third اللي هي الا تلت، ولو عند ال 9 هتبقى 2 quarter to اللي هي الى ربع، عند ال 10 هتبقى 10 minutes to الساعة، ولو عند ال 5 يبقى 5 to الكلوك. طيب quarter to 1 يعني واحدة الى ربع، يعني لسه الشورت هاند لسه ما جاش عند ال 1، وطالما quarter او 12 and 45 يبقى عند ال 9، فين هنوصلها فين؟ يبقى نوصلها عند الكلوك اللي قبل الاخير. بعدها quarter past 3، قلنا past يعني و 3 يعني 3 وربع، يعني short hand بعد ال 3 والquarter طالما past يبقى عند ال 3 برضو، يبقى ال short hand و long hand الاثنين عند ال 3 يبقى the last one. بعد كده quarter to 5 زي ما شفنا هنوصلها باللي فوق خالص، يعني 5 الا ربع اللي هي 4 and 45، 5 الا ربع الشورت هاند قرب من ال 5 واللونج هاند عند ال 9، يعني لسه فاضل ربع ساعة او 15 دقيقة علشان توصل لل 5. بعد كده quarter past 7، past يعني و يعني 7 وربع، يعني الشورت هاند عند ال 7 واللونج هاند عند ال 3، طالما past يبقى 3، يعني الكورتر الكورتر يا اما هتبقى 2 وهيكون اللونج هاند عند ال 9، يا اما الكورتر هتبقى باست وهيكون اللونج هاند عند ال 3. the last one quarter past 2، زي ما قلنا quarter past يبقى وربع، يبقى اللونج هاند عند ال 3 و
ال short hand عند ال two اللي هي 2 وربع. كده يبقى عملنا matching لكل ال clock مع ال time بتاعها. اتمنى تكونوا فهمتوا ال lesson، وكده نكون خلصنا lessons بتاعت البوك بتاعنا. اتمنى تكونوا فهمتوا الليسنز، واشوفكم ان شاء الله على خير. جود باي.